اولت الدولة اهتماما كبيرا ودعما غير مسبوق بقادرون باختلاف فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بتنفيذ مجموعة من الاجراءات التي من شأنها زيادة الدعم والرعاية لهم مثل التوسع في توفير كود الاتاحة الهندسي لذوي الاحتياجات الخاصة أعلن استجابتي لدعوة شباب مصر بإعلان العام 2018 عاما اهتمام كبير ودعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي للقادرين باختلاف منذ توليه الحكم ولعل احتفاليات قادرون باختلاف كانت خير شاهده على ذلك حيث لم تخلو ابدا من القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي لتحسين حياه هذه الفئه من المجتمع. تعالوا جنبي هنا، تعالوا جنبي. ففي نسخة عام 2018 من الاحتفالية، أعلن الرئيس السيسي تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح القادرون باختلاف، لتضاف إلى 20 مليون جنيه أخرى خصصتها وزارة الأوقاف لصالح صندوق ذوي الاحتياجات الخاصة والتابع لوزارة التضامن الاجتماعي. كما وجه الرئيس الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها توفير مزيد من الدعم والرعايه لهم مثل التوسع في توفير كود الاتاحه الهندسي لذوي الاحتياجات الخاصه في جميع المنشات الشبابيه والرياضيه على مستوى الجمهوريه مع زياده المشاركات الدوليه لهم في الانشطه الفنيه والثقافيه والاجتماعيه والرياضيه ومساواه الحاصلين منهم على ميداليات اولمبيه وعالميه وقاريه على المستوى الدولي بالاسوياء في الجوائز الماليه المقدمه لهم كما وجه الحكومه باعداد بيان احصائي شامل عن ذوي الاحتياجات الخاصه يتضمن اعدادهم الفعليه ونوع الاعاقه ومجالات تفوقهم واهم احتياجاتهم من الدوله وفي نسخة عام 2019، طالب الرئيس السيسي الحكومة بترسيخ وتعزيز المزيد من الإجراءات التنفيذية في إطار تمكين القادرين باختلاف وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، وضمانا لحقوقهم وتفوقهم في شتى المجالات. ومن ضمن هذه الاجراءات ضرورة وضع برنامج تدريبي لذوي القدرات الخاصة لتخريج دفعات متتالية لديها من الامكانيات والقدرات والمهارات ما يؤهلها للالتحاق والحصول على فرص عمل حقيقية بجميع قطاعات الدولة، كما طالب الرئيس السيسي كذلك جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بالعمل على مكافحة ظاهرة التنمر. أما في نسخة العام 2021، كانت شاهدة على العديد من الإجراءات المميزة والفارقة التي أصدرها الرئيس السيسي مثل: تضمين المشروعات المنفذة ضمن مبادرة حياة كريمة في جميع المحافظات لكافة المتطلبات الخاصة بذوي الهمم. وبجانب التوسع في مجالات تدريب وتأهيل المعلمين بآليات ومهارات وأسس الطرق الحديثة في التعامل والتواصل مع القادرين باختلاف وقيام قطاعات الإنتاج الفني والثقافي بإنتاج العديد من الأعمال الدرامية والثقافية التي تستهدف إبراز قدراتهم وإبداعاتهم وإسهاماتهم في بناء الجمهورية الجديدة. وكذلك قيام كافه الهيئات الشبابيه والرياضيه بتوفير برامج وانشطه مخصصه لذوي الهمم تستهدف رفع لياقتهم البدنيه وصقل مهاراتهم الرياضيه. وفي نسخه 2022 اعلن الرئيس السيسي كعادته في هذه المناسبه مجموعه من الاجراءات التنفيذيه التي وجهها لمؤسسات الدوله المختلفه. كان من بينها تكليف وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير إصدار كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم ضمانا لحصولهم على كافة الحقوق والخدمات ودراسة صرف معاش الوالد للمرأة من ذات الهمم المتزوجة أسوة بباقي الأشخاص ذوي الهمم. بالإضافة إلى ذلك تم تكليف وزارة الشباب والرياضة بدراسة عمل عضويات وإتاحة الاستخدام لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم لكافة مراكز الشباب ومراكز الابتكار الشبابي والتعلم والمدن الشبابيه والتنسيق مع الانديه الرياضيه من اجل ضمان اتاحه الممارسه الرياضيه لهم. كما تم تكليف وزاره الاسكان بمراعاه الاحتياجات الخاصه بذوي الهمم فيما يتعلق بمشروعات الاسكان يتم تحديد نسبه لهم ضمن الاولويات التي يتم تخصيصها ووفقا للضوابط الخاصه بالمشروعات المطروحه. وبجانب تكليف وزاره الصحه باتاحه مختلف الخدمات الصحيه المتكامله لذوي الهمم في جميع الهيئات العلاجيه في مختلف المحافظات وتكليف وزاره النقل بمراعاه تضمين المشروعات الوطنيه التي يتم تنفيذها باكواد الاتاحه ولكافه المتطلبات والاحتياجات المجتمعيه الخاصه بذوي الهمم هي اذن توجيهات رئاسيه دائمه لجميع الجهات المعنيه بالدوله للعمل على وضع المزيد من البرامج والخطط تستهدف تمكين ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع وتوفير الحياه الكريمه لهم لضمان حصولهم على كافه حقوقهم